تصاحب هذه الجائزة الثمينة والجائزة الكبرى. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى الصدارة. منصح المركز الأول محمد بن سالم بن كاسب الإعفار يأتي في مسيرة شوطنا 21 الخاص بفتح القعدان. الحقائق ومسافتنا هي 4 كيلومترات. المركز الثاني من الجانب الأيمن هنالك ثاني التحديات الأسد، مسفر بن عبد الله بن مسفر الرزق العجمي يتسلل إلى مقدمة الشوط. المركز الثاني منصح محمد بن سالم بن كاسب الإعفاري، بينما المركز الثالث من وصل في هذه اللحظات شاهين سالم بن سيف بن حميد الشامسي على المركز الثالث. المركز الرابع متعب للسيد عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله الاكتبي. خامس المراكز أتابع راهي وراشد بن ناصر بن سالم الغيلاني يتقدم مع هذا الانطلاق الجميل. المركز السادس هنا يتواجد هداد واحمد بن عبد الله بن الطير العامري، بينما المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك انطلاق شاهين علي بن راشد بن عبد الله النعيمي يصل في هذه اللحظات على المركز السابع. وثامن التحديات من بدا يتقدم هنالك اكسجين محمد بن حمد بن سالم الدرعي، بينما المركز التاسع يتقدم هنالك على تاسع التحديات مفتي لسيد غدير بن خالد بن صالح الزرعي وصل على تاسع المراكز. المركز العاشر ختام هذه الجولة مع لسيد جابر بن عالم الزرعي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى التي تنطلق وتندفع مع هذا المسار وهذا الانطلاق. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول. شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يسيطر على مجريات وتحدي هذا، يتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. المركز الثاني المتابع من شاهين سالم بن سيف بن حميد الشامسي يأتي على ثاني الانطلاقات. المركز الثالث هنالك الأسد مسفر بن عبد الله بن مسفر الرزق العجمي من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع هنالك القادم هداد احمد بن عبد الله بن الطير العامري، وخامس التحديات راهي راشد بن ناصر بن سالم الغيلاني. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بالخمسه المراكز الاولى، والكيلو الاخير الكيلو الخطير كيلو التحديات. مقدمه الشوط هنا على المركز الاول شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، ولكن من غير شاهين سالم بن سيف بن حميد الشامسي. سيطرة شاهينية على مقدمة الشوط. المركز الثالث يا سلام الوصول المميز هنا والانطلاق الجميل. هملول محمد بن خميس بالصوب الاكتبي يتقدم على المركز الثالث، يغير على المركز الثاني. المركز الرابع وصول من قبل الفاتن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم شعار الوهيبي في هذه اللحظات على المركز الثالث. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط مع جولة التحديات، جولة الأوامر. الانطلاق مع شاهين سالم بن سيف بن حميد الشامسي. المركز الثاني هنالك هملول محمد بن خميس الصوب الاكتبي. المركز الثالث الفاتن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا الشعار الجميل يتقدم الآن، وشعار بن رويشد يصل مع هذا الانطلاق. معاند نادر بن سليمان بن سلام الفايدي الجهري يا سلام يا سلام، شعار هداف الرموز حمد بن محمد الوهيبي يا سلام. ينطلق هنا سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي للمرة الثانية على التوالي. تهانينا والناموس لأبناء السلطنة ولممثل السلطنة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني معاند نادر بن سليمان بن سلام الفايدي الجهني. المركز الثالث وصل شاهين سالم بن سيف بن حميد الشامسي. المركز الرابع مشعل سيد جابر بن مبارك بن سالم الزرعي، وخامس المراكز هملول محمد بن خميس الصوب الاكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. الفاتن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي من انتزع ناموس هذا الشوط للمرة الثانية في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظات الوصول قاطع مسافة 4 كيلومترات كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية 6 دقائق
سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. ثاني المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عاند نادر بن سليمان بن سلامة برويشد الجهني 6 دقائق ثانيتين جزءا واحدا من الثاني. تهانينا والناموس لبرويشد المركز الثالث. وصل شاهين سالم بن سيف بن حميد الشامسي التوقيت الزمني 6 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.